هذيك المتعوسه غتحط الغدا، حط لها كل الخبز النار والقهوة، حط غير صبر. انا ما كيهمنيش ما الخبز اللي مات الله يرحمه، صافي راه عشيه مو عشاء وقته حتى هو كان عامل كدا علينا. انا بيا هذيك المسخوطه عندي خاصها ما تبقاش فقي وعطى حقه في شي حالات حقها في الاحلام. علاش اخاتي هي غتبقى جالسه لك هنا تجيني لي النهار وما طاتش تشوف فيها وتشوفها رزقها وخلا تشوف بحال هكا تقلب فين تسكن وتا الدراري تنفسوا. انا ومروان نشريو لنا شي دويره وانت تمشي للعمره ولا الحج اش بغيتي؟ سيري اللي عندك شي سيري تقضيها، هذيك اش عندي ما نعطيها العاطي الله شي تبع باها تقلب ما يعطيها. خاطي انا الشيطان هي راه عندها حقها ما نكذبوش، هي عندها الله سعود والدراري عود عود. دابا تيجيبو كدالوك عليها محامي ولا خاتي وانت باغا تحيديها من كمالتك وهذا هو الحل اللي عندك. تحيد من كمالتي بلا حق شي تقلب على شي حق عاد شي واحد تاخذي ولا على الشيطان خرجوا لربي سبحانه. واخا نبغوا ناكلوها كاع حنا فيه ما يمكنش، ولا مشات دعاتك تربحك تربحك. ما اختي دابا تي علاش تي معايا ولا ضدي؟ لا ها انا خاطر راه كتفهمني مصلحتك. لا لا كتبان لي واقيلا متفقه تي وياها عليا حاجه. دابا انا كنشوفك معصبه فين ما كتشوفها كتبقاي تفقسي وتكردي صحتك. شنو راه طلع لك الطونسيو ها خلي صحتي هذيك وانا اللي عارفه ليها عاد دخلي سوق راسك ما تبقايش شعلي العوافي. لا خالتي حاجه انا باغا لك على الخير. خير انا عارفه شنو كي غندير ليه واش غنقول اش قلتي؟ لا والو والو وقولي حطي الغدا خلاص غدا خالتي كنت باغا نقول لك في العشيه باغا نمشي للصالون قد شويه راسي نصيب تفيراتي اول نهار مات المرحوم الله يرحمه نقطه المكياج ما كنحطهاش فيها. ايوا صبري اختي غتلوحو هاد البيض وجا معانا سالا درتي شي حاجه بعدا راه الناس العزايه باقيين يجيو ويجيو شنو فيها؟ وانا اختي راه عندي راجلي وشنو هي بغيتي راجلي يمشي يخرج برا؟ سير 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 بلا تحط لينا الغدا سير الخبز كملتيه سير سير ولا تبعي معايا متابعه علاش تخمشت النهار الابيض. ها ودي ربي كبير وحق الله العظيم ما نال. الحمد لله على كل حال. شوفي الله سبحانه وتعالى كيبغي داكشي علاش داه وانت هي ما تبقايش مكتئبه وحازنه عليه، بالعكس الانسان ملي كيموت خصنا نفرحوا. هي الصراحه الفراق صعيب والله يدير لنا الشاول ديال الخير وما نكذبش عليك الصراحه احساس صعيب انك تفقد الام ديالك ومن وراها تفقد الاب ديالك شي حاجه اللي صعيبه. ها انت جاوبت يا مروان. انا في الدنيا شكون بقى ليا؟ بقيتك انا، انا خوك، انا باك، انا هو كلشي في حياتك. ورا ما كذبتيش راه انت اللي عدي دابا ماما كرا عارفه كيفاش كتعامل معايا الله يهديها. ما عنديش خوتي من ماما وبابا. بقيتش قولي في حالك عندك خوك من باك وانا غادي نرعاك يا لاله وغنتهلافك وغنبقى معاك ان شاء الله حتى نزوجك غير كوني هاني عمري غادي نخليك. فرقت ماما ومن بقى معايا بابا قلت الحمد لله، ولكن من دابا مشاو بجوج اش غنبقى ندير انا في الدنيا بوحدي؟ وامانة كون بابا داني معاه الله يرضي عليك. قول هذا ولا مشطار راجل تشفي على راسك بالموش مازال صغيره ومازال الف واحد يتمناك ومازال الحياه قدامك كوني قويه الله يرضي عليك. الحياه بلا والدين كيف الطير بلا جناحين. اييه وشنو غادي نديروا الا مشاو الوادي نموت حنا ونتبعوهم؟ لا سنه الحياه هي كنتعايشوا مع الوضع والحمد لله على نعمه النسيان. ولكن دقت الوالدين قاصحه بزاف واخا ندوي واخا كلشي راه انت براسك دابا اللي كتصبر فيا. رانا كنشوفك من نهار مات بابا وتا الله والله هزيتي مسؤوليه وليتي مقابل شغال وعاد خالتي تا الله يهديها. واش غنقول لك كيف كنقولوا ربي كبير ما عندنا ما نديرو غنتعايشوا مع الوضع حتى حنا غادي نولدوا وليدات وغنكبروا وغنموتوا ولادنا حتى هما هكاك هذه سنه الحياه. حنا راه شوفي راه غاديين في الحياه حنا راه ربي كيجربنا وصافي. انا والله الا كنت كنقول يا ربي ياخذ من عمري ويزيد لبا اودي كاع كنا كنقولوا كك الراجل مزيان كلشي كيقولها فيه زوينه والحمد لله ملي خلى راجل ونص وخلى مرا. اما خالد راه كاع ما نعولوا عليه الله يرحمك الوالد ما تبقاش تجبديه ليا داك السيد صافي امان الله يرضي عليك. العمر ديالي نعم مالك شفت كايه عليا سيف منك عارف غوريني قول لي البارح انا معايا طالك في التليفون فيا الجوع ما عقلتيش عليا وما جيتيش عندي. وسنة الله يرضي عليك هانت راه ما كانش عندي الطوموبيل باش نجي عندك. انت ما عندكش طوموبيل وانا نموت بالجوع ياك حاشاك بيده انا لا نخلفها لك اليوم نخلصها لك احسن غدا. اسيدي انا ما باغي لا غدا لا عشا هاد الساعه
صافي طلعوا لي الجنون اللي في راسي تيقولوا لي شي انت عندك شي بلان ولا كتعرف شي وحده. شوف خالد قسما بالله ونحصل عليك شي حاجه يا عيني خنعميهم لك. صافي سناء الله يرضى عليك انا ما كنبغيكش تعصبي الله يرضى عليك ما كيجيش معاك العصب الزين ديالي. عصبتيني صافي هانت الله يرضى عليك انا نخلفها لك اش حب الخاطر اش حب الخاطر شي خاتم ديال الذهب ولا شي سلسله واخا لالا مرحبا والف مرحبا. واليوم واليوم اليوم اليوم واخا لالا واخا ما عنديش دابا غنتسلف ونتكلف وناخذ العمر. كيفاش ما عندكش فلوسك فين كديرهم؟ راكي عارفه راه الفلوس راه كيدخلوا ويخرجوا. خالد راه ولا رجليك كيخرجوا للشواري ما بقيتيش عاجبني انا تنقول لك هاكي شدي هادي شدي طاكسي شناهي هادي شدي طاكسي هادي راه دري صغير مابقاش كيشدها هاديك باش تشدي طاكسي وهاكي هادي شيهم في جيب صافي هادشي اللي كاين واش نتيري ما عنديش هنايا الله يرضي عليك انا ما فهمتش اخويا وليتي كتمجي عندي وجايه ضاربه الطريق والشمس وجاي كاع زراك بالشمس حيت كنبقى نتسنى فوق وجايب لي انا 350 اش غندير بها؟ لا لا ياك انا اللي كنعطيك فلوس الصالون سيمانه لسيمانه انا اللي كنعطيك فلوس الحمام انا اللي داير لك سيمانه واش باغي اكثر من هادشي؟ ما بقاش عاجبني الحال خصك تزيدني انا ما يمكن لياش ولا غادي نخرج نقلب على راسي خايف كيفاش تخرجي والله يهديك صافي نكذب عليك كيجيوني لي زافير اللي واعرين سناء راه دوينا في هاد السيجي قلت لك انا اي حاجه تبغيها غنعطيها لك بعدي من الطريق ديال ها وها واخويا الا ما وفرتيش لي داكشي اللي غنبغي راه غنشوف ديك الطريق ها ولا ها واخا لالا نعطيك داكشي دوبلي غا هنينا نتحركوا دابا نتحركوا وراني كنبغيك واخا هكاك انا راه كنموت شي لكم هنا وتاكل افلام باك باقي انا طرابو تما كرمش وانت برك تفرجي ليا في الافلام حنا راه زعما كنلاهي حيت ما كاين اش عندك ما تلاهي شوفي فيا نقول لك باك اللي كنتي جاوي عليه الهبل والسطيه الله يرحمه ورجي معايا راسك واللي قلتيها ليا كنديرها اش كدير اختي دار لك اش عمرك قلت لك شي حاجه ودرتيها الا ما غوتي له ما حلاق بيخرجوا ما ديريها خالتي راه انت كتبغي تغوتي يا مسطيه انا رديتيني مسطيه دابا يا هي مسطيه لالا انا كنغوت راني هادره انا دواب شويه انا صحيحتك بعدا انت خليتيني بصحتي من نهار اللي شفتك ما شفت نهار المقاد ما تلبيض حنا لبسناه على قبل باك انا ما درت لك حتى حاجه لا ما درتش ليا والو انا ظالمه انا كنظلمك دابا ياك انا كنظلمك ودروك الناس اللي جايين يعزيو طيبتي شي مسمن طيبتي شي بطبوط طيبتي مسمن في الثلاجه وكيكه راهي محطوطه هي محطوطه صافي وقلتي مقابله ليا الافلام وجهك وجه الافلام قلت بين ما دخلوا عاد نعمر اتي ونجيبو وبارك عليا من داك الخروج والدخول الزاقي هذاك الديعان ما عندي ما ندير به كنخرج مره ما كنخرجش وهذيك مره كي كديري فيها العجب متعجبه كلشي كيعاودوه ليا اش كندير وشوفي انتي والله خالتي تو كيكذبوا عليا اي كيكذبوا عليا مسكينه انتي ديما انتي مسكينه ديما البراءه عندك انتي مسكينه ديما انتي هي الضحيه حنا ولاد الحرام حنا ما كنسواوش انتي كلشي يكذب عليك انا نكذب عليك انا نغوت عليك انتي كلشي انتي ضحيه انتي مسكينه انتي الله يعمرها دار خبز ربي في طبقو وانتي راه اكبر نفعس وسيه على وجه الارض اخاتي علاش الشيطان هاكا تقولي شي حاجه زعما خاصك تقولي كرهت نشوف لك في وجهك كرهت نشوف لك في وجهك انا ما كتحملينيش من ايامات الحاج الله يرحمه ماشي حتى لدابا وانا عاضراك عاضراني حيت كنتي انت وباك هوك حديده وحده تضحكوا عليا علاش ماكش كنحملك انت وباك هوك عاد تلاقيتي وباك الله يحضر السلامه تلاقات العافيه مع ليسانس عليا انا نمشي نقطعك ندير الماء يطيب باش قاعدي نوضي باقا تشاوري معايا يا لطيفي مشي فكي منها سيدي ربي يا ربي الا كنت شي دايره شي دم راك صرفتي عليا في هادي الله يلا بخير الحمد لله الله يكفر بك ودوز عندي القهوه انا في القهوه ديالنا دوز دوز الله يحفظك ومرحبا دوز السلام عليكم السلام دوز ضرب شي حاجه على حسابها دوز يلا حيد تهلا في راسك فين اخويا القهوه ديالك تبارك الله عليك اخويا خالد واش بغيتيني نقول لي القهوه ديال اسمعني نقول لك اسمعني ماشي اللي حفات ليه الجري تجيبوا لي القهوه انا نشربوا تزيد حتى وياه انا راه كنخسر على القهوه انا ما كنلقاش فابور مروان راه ايوا مالا شحال كتخسر فيها 3 دراهم وانت سوقك اخويا دير بحالي حتى نتايا وكون راجل بحالك بحال عباد الله صافي نزيد حاجه اخرى بعد ما ديك الصلقوطه شنو هي الصلقوطه عرفتي اش كتقول اصاحبي عارف فين كنهضر على سناء هذيك سناء اش دارت لك هذيك راه غتاكل لك اخويا بفلوس كتاكل لك حوايجك وغتصيفطك ياك اخويا انت دابا غتعرف احسن مني انايا
دابا انت وليت كتعرف احسن مني انا. ورا هي هادي راه كل واحد كيعرف شنو مثل لكم. خالد خويا اسمعني مزيان وحال معايا ودني، كنعرف غير لك الخير. الله يحفظك قول لي اش بعد ما ديك السيده راه ما خداماش لك، شنو هو السبب اللي خلاها ما خداماش ليا؟ عطيني شي سبب. من نهار عرفتيها اشنو جابت لك ولا اشنو زادتك في حياتك؟ غادي اللور اللور ريال اللي تخسر عليها صاحبي. خصك راسك الله يرحم لك الوالدين، قش باطرون علينا مروان صاحبي. واش خصك راسك بقات تجي عندي للقهوه؟ شنو هو؟ ما تبقاش تجي عندي للقهوه. تا بان لي بحال تيقتي راسك، ترى القهوه راه انا معاك فيها. شنو من عام اخويا؟ ورانا خلوت خلوت كتسال شي حاجه هنايا ولا كتعجج خوده؟ مروان شكون اللي تيخرج عينيك اصاحبي في خوك؟ الله يرحمك ودين كليان كاينين بلا ما تبرزت انا وياك. ما عطاك السر كلامي دابا الكليان ولا احسن من خوك؟ احسن من خويا خويا راه بالربح ماشي بالخطيه. صح يلا دوز حيديه من هنا دوز. ما غندوش من هنا تي كتجر فيا انا حاولي اصاحبي بشويه ولا خدي شي حاجه خلصها. انا غنوصل عليك الدراري لتحت ديرها في بالك. اللي تيجي انا با الزوين هاني جويع غيجي عندي الدري وغنشربوا قهوه عاد نزيد. عندك الزهر ما عندكش ريستورون والله تندفعك فايت. مين اللي عافاك خصي واحد القهوه الله يسهل عليك 10 سنين تفرقع عليا واخا فاطمه الله يعطيك صحتك. واش نقول لك انا ما كنبغيش ندخل في هاد الشؤون ولكن دابا باقي الناس غادي نجيين والعزه هي اللي ما كيريتي واش راك عارفه العزوره على عام. ايوا فين هو المشكل؟ كلشي ديما مزوقه كيطعريجه ديما طالقه صاحبتي سوالفك واخا زويف غير الاحترام ولا غير ما ديرش الماكياج بان علينا زعما حكايه خشينا اللي كنعرف الحزن في القلب ماشي في الفيزاج. وزيدو اختي انا غيبقى يشوفني راجلي ديما بحالتك بحالتك راه غيولي يقلب على الزن بلا برا وخاصنا شي نلبس ونقاد الا بغات راجلي يبقى حدايا. اما بكره مات الله يرحمه اول الحي هو الاول ديك الساعه اللي مات لي رجعوا عاد بلا نشط الراجل الله يرحمه ويوسع عليه ما بغيناش كاع يسمع هذه الكلمه. يا والله يرحمه مسكين كان رجل طايب اختي وصراحه ظريف هو مهلي في الكبير والصغير. ما محتاجاش حاجه اخرى بغيت انا نهضر معاك شنو نقول لك دابا شويه تيدي الله, الله يرحمه يا ربي يوسع عليه ضيقات القبور يا ربي امين من فمك الباب السماء الله يجعله من اهل الجنه يا ربي امين. شكرا على الدعوات. واش دابا راه مات فيها بس اللي دوجي على حقك تاخذيها اختي وتخرج تجي تشوفي شي بارط مع لمسينات هي اختي وتشقاي ولا ما تشقايش ماشي بحال هنا كلشي منزوم عليك ديريه تشقاي كلشي منك طياب منك تسياق منك بحال اختي ما عارفاش انا راه غمسيره كون بغاو يفرقوا انا معاهم ما بغاش انا معاهم ما يمكنش تجي من عندي انا وتوليو نتوما مشتين بسببي انا شحال غنعيهم دعيهم اختي على حقك ولا دعيتيهم علاش غادي تشتيهم ديك الساعه كل غياخذ رزقه كل غيدير به اللي بغى. ما مربينيش با بحال هاك ما نقدرش ونعمه التربيه نعمه التربيه عرفتي اش ديري صايبه صايبه لي قهوه ورانا في البيت جباليه شي نتي واحد السلع في انا منك ما كان ها بحال الحلشه كتلوي ما نعرفكش من كنت شاده وريده لاباس الحمد لله مزيان اللهم لك الحمد. مالك كتهضر على الواد وملفخ اصهضر مع هذيك اللفعه عندك شنو اللفعه مرتك مالها وشوف عاد مالها ما كتدخل سوق راسها علاش غتقول ليا داك مرتي مسكينه ما كدير حتى شي حاجه لا اش دارت لك دابا نتوما كلكم كتبرقوا راسكم كيبان ليا انا اللي كنبان ما مزياناش بيني وبينك الواليده انت كتقجر علينا شويه ياك سيدي شتي كيعوجوكم العيالات شتي كيدوروا لكم الميموار ديال الراس ديالكم دوروه لكم ما دوروا لي الميموار لا والو واشنو هذاك الشيء اللي كتشوف عين راه كندوي به اش تبان لك اخويا كعرف انا فاطمه مسكينه ما تخلي لك ديري لنا ما انا نخشي خويا لك الدراس هذيك ما تجبلهاش عليا دخل سوق راسك وخرج السوقه هذيك دابا كندوي لك على ديك السامه ديال مرتك اللي كتحرشها واللي كضرب على التحت جاوبني على مرتك اما هذيك راه حسابي معاها انا اللي عارفه شنو ندير ليها شي عندهم عطيت شي ساعه خرج سوق راسك خويا لك الدراس الى عام كانت خصك راك ما عارف والو ما عارفاش واش مسقيه ام الله هذيك المرحوم الصانع عليها وانت كتقولي لي صافي كون هاني وان شاء الله فيها وندير دابا تقلب دابا انت خويا واش انا ندوي معاك على مرتك وتنقصي ليا هذيك واش شغلك صافي فاصل على راسك صافا على مرتك طلق مني تهز لي راسي لها لا قلتي حيد عليا صافي ما يكون خاطرك انا خصني داروكم العيالات شي والله العظيم اش غنقول لك اللي عنده شي مرا كتلوي عليه امك صافي كتولي خايبه له حال التوش حاشا امي تعرف انا خدام على قبلك ونتقاتل على ولدك خدام على قبل مرتك تا اول كلمه ما قلتها لك حشومه عليك امي
وصافي وصافي والله يبارك فيك. وسيدوي معاها اخر مره، المره الجايه ما غندوي لا معاك لا معاها، ما عارفه اش غندير، ولا سير طلقها ولا سير طلق حالها تدار باها. ماشي تلاقى امك. مشي ها هي غاده. شوفي كوكو طما. ها هي غاده شوفوها. لا حول ولا قوه الا بالله، ما عمرت شفت شي ام انا باغا تطلق ولدها من مراته. اش نقول لك؟ السير تقول؟ والو امي والو. اختي خويا قبل ما تكملوا الفيلم ما تنساونيش من ابوني لايك وشي كومونتير زويون باش تشجعونا. فرجة ممتعة ما نطولش عليكم، وبغيت نشكر الناس اللي كياخذوا من وقتهم وكيتعاونوا معنا بلا لا بميساج لا بقصة بأي حاجة، الناس اللي كنمشيو عندهم وكيعطونا محلاتهم. بغيت نقول لكم شكرا بزاف حيت كتعاونوا مع الشباب. الله يسهل على كل واحد كيجري في الخير. فرجة ممتعة ما نطولش عليكم. سنة واش غتبقي ديري ليا بحال هكا؟ والله الا حشومه عليك بالله صراحه. خالد تعرفي انا كنبغيك كنموت عليك، ولكن خساره ظروف كي دايره معقده. دوري دوري وتغوبشي وتقولي لي انا كنبغيك كنموت عليك، ولكن الظروف انت ماك عاوتاني اش عندك مسخوطه؟ شنو عندي؟ عندي ماما مريضه وعندي ماما خاصه عمليه وخاصه الدو وخاصه بزاف ديال المصاريف. ويلي هادشي كامل وما قايلاش ليا. والمشكل هو انني ما كنبغيش نقول لك، وانت ما كتبغيش تخليني لا نخدم لا نخرج. فيها تخرج يا سناء؟ واش غنبقاو ديما حنايا الدوري هضره جوج قول لي نخرج فينا تخرجي؟ راه غنخرجك داك الحيط، خليني نحشم مني. وكيفاش غتحشم مني؟ انا بعدا كنقول لك كلشي في وجهك، ما كنقولش شي حاجه من وراك وما كندير شي حاجه من وراك. دوي بشويه الناس كيسمع. زعما بان لي الناس كيبان لي غير راسي وميمتي اللي غتمشي. باش حب الخاطر مالك؟ راني واقفه على الفلوس اخالي. شحال خاص؟ وخاصني على الاقل واحد 2000 درهم. 2000 درهم اشنو دابا؟ شي فواحد الوقيته ما عنديش دابا 2000 درهم من نحضر هذا. ايوا انت ما عندكش وانا ما عنديش، ونتسنى ميمتي حتى تموت تعطي وجهها للتراب ونبقى انا بلاش. كتصبري سبحان الله، خليني ندورها في راسي. اش نقول لك بعدا واحد جوج كلمات؟ انت باباك يلاه مات وتبارك الله داك الخير اللي مخلي ليكم، ماكم ما تقسموه وتعتق راسك وتعتقني تزوج بيا تخليني نعيش انا وياك دار وحده. حسنا غير الوالده ما بغاتش الله يهديك. كون بغات كون راه قسم لنا داك الشيء، انا كرهت حتى انا ما كرهتش يكون عندي. واخا سيدي الوالده ديالك ما بغاتش وحنا نموتوا ياك؟ شنو هو؟ شنو هو؟ وقف برك راجل، وقف على حقك، ما تقدرش تهضر على حقك. انت دريه انت وسير دير الزيف والجلابه وجلس حدا باب الدار. ملي انت من هكا راجل قد قداش وما قادرش تدوي على حقك. تسنى هي تعطيك المصروف. نقول لك واحد جوج كلمات، انا كيبان لي نخرج نقلب على راسي، مالي ود النفس ما باغينيش. ندير حل هذا الشيء، انا هذا الشيء ماكش باغي ندوي فيه. خليهم على خاطرهم، ولكن ملي فيقتيني انتيا خصني ندوي معاهم في هادشي. صنطي يا خالد، وانا تنبغيك وتنموت على كنت حدا العالم على قبلك، ولكن الا ما درتي شي حل راه جيني واحد السيد لاباس عليه باغي نتزوج به وغادي نمشي نتزوج. فين غيجي؟ باش جاي باش راجع. وتبقى تحرم لي انا رزقي هكاك. سناء هضر وحده قلتيها لك، انا غندير حل هادشي بلا تعويق بلا والو. تعزز عليك الشوا سبحان الله. يا ما شوهتيناش ما تكونيش مزيان. نجي نشنق عليك قدام عباد الله واك واك عباد الله كنبغيوه كنموت عليه. حسنا صافي دير حل دير حل ولا انا غنزيد زيد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولكن راه هذا هو الحل ما كذباتش. الحمد لله ونشكره كلشي مزيان. اودي صبري يا ماني اختي ما عندك ما ديري، الله يدير لك شي تاويل ديال الخير مع ديك مرتك امين. اسي اختي انت راه ما عندي ما نخبي عليك، ونشي لي عندي في الدنيا وكنعاود لك شنو كاين. بغيت نطلبك واحد الطلب الله يجازيك بخير. مالك يا اختي مالك ما كاين باس؟ انت خدامه وراجلك خدام خدمه زوينه وعندك وليداتك زعما مستقرين وعائله راجلك زعما مزيانين. شوفي لي يخدموني معاه مخاف الميناج. تخدمي واش انت مسطيه؟ خيرك وبرزقك وداركم مالفه اللي تحرمي تم، وفي الاخر باغا تشد ضربي تمارة على عباد الله. قولي لهذيك مرت باك تبيع وتعطيك حقك انت وخوتك تضيعوا. واش كتفلي عليا؟ راك عارفه مرت با ما كتحملنيش، وداك الورد هو اللي باغا تقصب، وانا راعيت واش نبقى نطلب من عندها بخمسة دراهم وما كتبغيش تعطيني؟ يعني انا راه معذبه. ايوا هانتي قلتيها معذبه. سيري هضري معاها، خذي رزقك وخذي رزق خوتك وسيري ديري شي مشروع. قال لك نمشي نخدم عند عباد الله وقال انت مسطيه منال. انا ما مسطيه ما والو اسيه، ولكن انت ما عايشاش الظروف اللي كنعيش فيها. راه مرت با اكبر انسان عرفتها في حياتي خبيته. منال اختي هادشي ما كيسلكش، خاصك دير حل راسك، لان الا بقيتي بحال هكا غدير كلشي في كرشه وغتخرج اختي طوال من هادشي. واش باغا تضيع اختي؟ راه انا الوحيده اللي ربيبتها، الاخرين راه ولادها. خاصك تفهمي مروان وخالد راه واخا هكاك ما غتفوتهمش، ماشي بحالي انا. وسبحان الله بحال نيتي خارجه فيها، او ربي ما مسهلش لها كاع على وليداتها. مروان راه شاده المراه تقول لي شرره
شوفي داك النوع كاين اللي كيكبر كرش راه ما كيعقل لا على ولادو لا على ربايبه، راه واخا ولادها راه غتشد كلشي وغتجغمطو ليها حيت غدا ولا بعدو غيحرشو بعيالاتهم وغيبغيو رزقهم ما غتبغيش تعطيه ليهم، بالعكس كتموت على ولادها. انا الوحيده اللي ما كتحملنيش والمشكله كون كنت غدايره علاش، وماشي غنشكر لك راسي ونشقى ما نتحاسبش اللي قالت لي نديرها عمرني قلت لها عطيني وانا ما كجلي فيا ما كيحملها. اودي الله يدير لك شي تاويل ديال الخير معاها والله يعطي شي مرضى فاش تهد اللي تعطيك رزقك وما تضيعكش، راه صعيب لي ياكل رزق اليتيم. بلاتي السلام عليكم. وعليكم السلام. فين الوالد؟ لاباس الحمد لله. شي مزيان؟ اللهم لك الحمد. مزيان اللي حليتي عليا الباب، اش باغي نقول لك شي حاجه. مالك؟ اخبار الخير؟ المهم من الاخر انا هاد العيشه مابقاتش عاجباني ومابقاتش مسلكاني، وليت انايا بحال الدمدومه معاكم في هاد الدار. علاش اخويا شرح ليا فسر ليا درج ليا راه ما فهمتكش. نشرح لك امي. يلا واحد دايره لي قهوه تبارك الله، اخرى حتى هي مدفر على راسها، وهذا مسكين الله كريم ما عندوش. ايه كيفاش هي؟ يا راه طلع ربي المعمول، بيعي شي اراضي بيعي شي حاجه غير ولدك وقفي معاه. او حنا ما عندناش اصاحبي ما نبيع وما عندي ما نفرق وما عندي ما ندير حتى حاجه حتى النهار اللي نموت وديروا فيها اللي يعجبكم. شتي نهار تموت ودير فيها اللي يعجبكم؟ هكاك القهوه راه شاده اخوك. اه الدار حنا ساكنين فيها. ويت معاش وانا نموت. والله يجعل بركه انا باغا غير الفلوس ما باغا حتى حاجه اخرى. شتي باغا غير الفلوس؟ راك يعني الفلوس باغيين هما امي. ايوا سير خدم عليهم سير خدم مع خوك في القهوه. فين نخدم معايا هو يخليني بعدا باش نخدم معاه. ايوا حيت لقاك ماشي راجل. اه دابا حنا ماشي رجال ولادك هما هذاك اللي راجل عندك. ايوا هذا الشيء اللي عندي راني قلتو لك. دابا ما كتحسيش براسك فرزيه دابا هادو محشوماش عليك. حسبها كيف ما بغيتي تحسبها. ما كيهمنيش. انا الفريق هو اللي ما غنفرقش وما غنخصمش حتى نهار اللي نموت وديروا فيها اللي عجبكم. ياك امي. هاكاك. ولادك تشوفهم هكا كيتقطعوا، واحد يبيع خير والاخر يتقطعوا هاني. دبر على راسك، دبر على راسك وبيع. حنا رزقنا وشي دبر على راسك. اي حنا هاد الرزق اسيدي حنا نبيعو ونعطيو لك حتى شي تصدقوا. وانت ديري مشروع ندير شي. شدير فيه اللي عجبك يتخسروا على المسخات. شنو المسخات يا امي تتي حنا لقينا حتى باش تكوعوا الخلع. شوف اللي عندي راني قلتو خالي، شي حاجه اخرى الله اعلم. واخا امي. ما قلتي حتى كلمة العيب. عم زهرة؟ عم زهرة؟ اش هاد السيرفيس عندكم؟ نمت وانا جالسة ما كاينش اللي جا سولني اش تشربي لا لا، هادشي انا ما تمولش. راه كنطالع عندك السربية وقلت لها ريح انا نطلع عندها. اه وزيدون اش هاد الحالة كتجي عندها فهاد عم زهرة القهوة بها؟ يا ويلي انا مرت السي مروان مول القهوة وبغيت نجي واقيلا كنحشم باش لابسه مقاده محترمه. لا ما محترمه شي فطانه كبروا بك انت قدام الناس والكليان. ولا كبرتي بيا لبستي محترم دار شي زيف هادشي هذا حتى للدار وديري لي هاد الزواق كامل انا في القهوه واش غيقول؟ راسي بحال هكا الزين كله ندفنو انا في الجيف الزيف والجلابه. الله يهديك يا فاطمه زهر كوني بعقلك. واش انسان كيحترم اش غيقول؟ شو مرتو شنو دايره؟ شو مرتو شنو لابسه فاعله وشو التعكيره وشو هادي؟ خلينا من هادشي كامل بغيت نهضر معاك. القهوه راه خاصها اصلاحات. اويلي انا كنمشي لشي قهاوي كيبانوا ليا واعرين احسن من هادي وانتوما يا عاد هاد القهوه شحال من عام وانتوما يا نفس الديزاين ما قدرتوش تبدلوه. الله يهديك يا فاطمه زهر القهوه الحمد لله من احسن القهوه اللي كاين هنا في الشارع وهادشي بشهاده الجامع. ونزيدك حاجه اخرى شنو؟ الكاليتي اللي عندنا هنا ديال هاد الكافي هادي زوينه بزاف. ما كنهضرش انا على الكاليتي كنهضر على الديكور على المنظر. انا ما قبل وانا جالسه كنشوف على الحيوطه درت راسي كليانات كنشوف ما عجبتنيش. اسمع مروان علاش ما تقولش لامك تقسم داك الورد وخاي وداكشي اللي غايجيك صلح بيه القهوه شي صلح النيت وتزيد القدام حتى اللي انت غتبقى بحال هكا. انت مزهر واش كضحكيني ولا لا؟ شي مي والله لا قسمت داك الورد عرفتي علاش؟ على قبل ديك الاتيمه ديال معنا المسكينه يا وياه دايرين بحال هكا قالت والله لا خدات ريال. راه امك اخويا اللي ما تسواش السيده راه من حقها تاخذ ورثه وكاع هي الا خدات ورثه اش غايجي نص سعود وانتم راكم عود تبارك الله. انا دمك جاتني ما باغاش تقسم الورث شي ان تما كاينه. والله الا بحالي بحالك دخلني الشك كنقول الوالد علاش شاده السكير مع هاد السيده هادي مسكينه يتيمه ما عندها اب ما عندها ام ديرها بحال بنتها ما عرفتش ربي فين يخرج فيها الخير ولكن يا الله. المهم فاطمه الزهراء الله يرحم لك الوالدين انا ما حيدتش المانع ما حيدتش لك انت ما حيدتش لامي داخشي بلاتي كيفاش ما حلتي لك حتى انت؟ مالا خويا انا هزني فوق كتافك؟ عني مشكلة انا وراني مشكلة مني تخدينا بالهم والهم مرضى بينا. زهرة بلاصة الخدمة هادي ماشي بلاصة هاد المواضيع عشان نجي للدار ونهضروا في هاد الشيء. تولي تجبد لي الثانية تولي تدخل معك شي مواضيع أخرى عمر شي واحد جاب خبار. حتى أنا خويا خاصني نشوف مصلحة راجلي فين كاينة. أويلي كاع الناس كيزيدوا القدام حتى القهوة نفس الفتيات نفس صافي صافي صافي. شوف من بعد كالقهوة رايح أنا نجي واش ما تشربي واش ما تشربي شربك السم دوي.
جيب لي شي باناشي. باناشي وجه باناشي كيدير؟ رانا مولا تاع مول الشاي يا ويلي شنشرب ليمون. وليدو ها وليدي فين بخير؟ الله يحفظك ليا وليدي. مول الوليد فين غادي؟ انا غادي دابا غادي للخدمه. ايه قولي لي خاصك شي حاجه؟ ما خاصني حتى حاجه، خاصني عا راحت بالك وليدي وتجي ليا، تمشي ليا بالسلامه وتجي ليا بالسلامه. عارف اللي كاين يا ويلي، ولكن خاصك شي حاجه قولي لي. ربي يخليك، خاصني واحد الحاجه. شناهي؟ هي اللي باقا دايراني بدمار. اشنو الا درتيها يا وليدي؟ نحمد الله ونشكره على حمد الله وشكرا. اشنو بسك وليدي تجوج وعمر دارك، الله يرضي عليك وليدي، نشوف عا وليداتك، الله يرضي عليك وليدي، الله يرضي عليك وليده. ان شاء الله نهار قسم لي الله ونهار لقابت الناس ما غادي يكون الخير ان شاء الله، وداك قريب ان شاء الله داك النهار وما غادي يكون الخير. باش خمي كاع الواليده ورغني الناس موجودين، عا قول لي اياه وانا نجيب لك. والواليده واش انا قلت لك بنات الناس ما كاينينش؟ بنات الناس راه موجودين، خاصها اللي قلب عليهم. غير صبري شويه من غير قسم الله وتكتب ديك الساعه ما غادي يكون الخير ان شاء الله. صافي ان شاء الله وليدي، سير الله يستر. امين الله يسهل عليك وليدي. والو الحمد لله. يلا انا خرجت الشروي سوري. الحمد لله، سير الله يجيب لك على قد يديك ان شاء الله. يا ربي تسهل عليا يا ربي وتفرج علي تا هو بحال بحال وليدات يا ربي. السلام عليكم. لاباس عليك؟ الحمد لله. وعاش من شافك في هاد الدار كنتلاقاو بحال بالصدفه. الله يحفظك ليا، شحال الخاطر. والو، بغيت نسولك على واحد سناء، اش اخبارها؟ داك والله بيني وبينك ما عرفتش مهمه ولا باقا دريه صغيره ولا زرقاء حمراء خضراء. شحال في سناء؟ خويا عصافيري قالوا لي خالد طايح مع شي وحده سميتها سناء. والكاميرا البشرية اللي عندك واش بغيتي؟ الله يرفع عليك الخفاء. مزيان بيني وبينك قالوا لي نوعها كيموج على الفلوس، وانت يا عندكش الفلوس قادرة تضرب معاك واحد الشهر شهرين كاع اللي طولت معاك وتقول لك باي باي. باش كيعجبني الميخي ديالك انه كيوصل داك الشيء بلي ديطاي. يا انا كرهت الميخي ديالي كون كان بحال كيجيب لي خبيرات ويدي خبيرات والو، راه انا الحاجه اللي ما قلتهاش لي ما يعرفهاش. صح انا عقلت ليك، وانت راك عارف هاد الوقت عندك تسوى، ما عندكش ما تسواش. والحريم كيبغي الفلوس وانا منهم نموت على الدرهم اخويا. ايوا انت ما عندكش، والمشكله اللي قالوا لي كتكون تتحمق عليها. فاطمه الزهراء دقان في الخاميه راه ما كيسمعش، جيني قول قول لي شنو كاين. هذيك الدريه كان مبغيها وكان موت عليها. واش هذاك المشكل؟ بالعكس راه غلق لك الحل باش تبقى معاك الدريه. الدريه راه بانت لي ماتيرياليست واحد شويه، واخا كامل لبسها ومريحها. لا لا ماشي سوقك تكون ماتيرياليست ما تكونش، هادشي كيهمني انايا. بينك صراحه ما سوقيش، انا حاجه وحده اللي بغيت ندوي معاك فيها. وانت واقف لي بحال الفلوس، انت كتبغي الدريه وخاصك الفلوس، وانت الراجل اللي بغيتو حتى هو يطور من ديك القهيوه. اش بان لك؟ هضر مع امك قول لها بغات تفرق، كل ياخذ اخويا جاطو ويدير به اللي بغا. اش بان لك؟ ويكون خير، يكون خير. وحنا ما بغيناش شي حاجه من غير الخير. وصافي فاطمه الزهراء تخلطي لي مع الدم، صافي جوج كلمات قلتي لهم قدري تمشي. قولي لي على سناء، واخا هكاك عندك قولوا منقصوا من الحضيه الله يعفو عليهم. ناري يا مروان يلا جبت لك حرام عليك. صافي عليا اختي معنا لا مالا نقيه والله العظيم نقيه. زيد خويا من الطابير واش درجه يا من الزنقه. وي ولكن الصنداله عندي والله ما كتشد الوسخ بزاف، غير الغبره راه راك عارف. انت تقول لي تشد الوسخ؟ انا لا انا كنفرج على بحال هادشي منين جيت. تقطع في القلب يعني ما مفهمش شي وياه، حاول تعطيه اتساع وخليه يوفر يخون شي في طريقك. انا اعطيهم اتساع
ودير الماء منين يدوز. فاطمه الزهراء انا ما كنلومهاش، كتقول لك انا ما نشقاش على عباد الله، وانا راني كنظلم كيكون قلبي. لا لا شوف الحاجه اللي خصها خاطرك وليها هي انا نتعاوني معاها، وانا نسيق بلاصك كاع على الدعس ضروري نسيق بلاصك. ندير كلشي مخسر ليا خاطري، قول لي شنو اللي مفرحك في هادشي؟ حتى حاجه. الله يسامحك، الله يسامحك صافي. ما والله ما عرفتش، ما عرفتش شنو نقول لك. مروان الله يسهل لك، حتى انت خدام في الزنقه ومقابل لينا ديك القهوه اللي خلا لينا با وضارب تماره وعارفك انت مولع قلب. ومغرور على عمرها ما نكذبش عليك، ما حيتي لك ما حيتي مع عرفتي، كنت خرجت قلت لك في امك وامكم، كنت لاقى مع امي مرتك مرتك مرتك. وراه هذا اللي والله الا غنتقسم على اربعه اقسم بالله العائله هذه. شي مرتك راه باغا تفرق، شي نهار اللي غتفرق راه غادي ترتاح. انا كنعرف النوعيه ديال فاطمه الزهراء، الا جينا نشوف واش غتبقى دير هنا. كاين خالد، كاين انا، كاين امك، والدار عامره، امر راسي وجبد. حنا العيالات كنبغيو نبقاو بوحدنا نديروا اللي بغينا. واخا سير سير، انا شديتك مع الباب عند قال سير. ماشي مشكل، حط الصنداله هنا. ايوا تنسحها وهزها. وينك الدنيا قلبتها؟ فين هو هذا الشيء؟ فاطمه الزهراء، فاطمه الزهراء، شنو تاني شنو تاني شنو تاني؟ ذهبي فينا؟ اش من ذهب؟ مش ندهب الله لا يطيح علينا، ماشي باطل. واتي دوري عدي وهضري معايا تفوزي عليا انا، يا قلبت عليه تعيت ما لقيتوش. ويك هذا بيتك؟ بيتي انا وبيتي ما كتدخليش ليا اختي، تيدير عليه الحجاب. ما شتوش ما رايتوش اختي؟ شوف ياه الدهب ما كاينش اللي غيديه من غيرك انت، انا كندوي معاك من دون كاع اللي في الدار بنتك غير انا. اه انت اللي غديريه، انت اللي كتزعمي على هادشي وانت اللي غديريه. مع الاخرى واخا هكا تنضروا تنعياو ما تقدرش توصل ليا الحاجه. واخا انت راه ما ديتوش انا العاق سلفتو من عندك. كيفاش سلفتي معدي؟ عطيتو لك انا؟ ويك هو اصلا ديال شيخي، ورا بحال ديالنا كاملين. شيخي اللي شاري بفلوسو. واش سيري جيبي لي ذهبي قال ديال شيخك، ديال شيخك اللي داير فيه. واختي راه بعتو. شنو هو؟ بعتو. كيفاش بعتيه؟ خديت حق راجلي ومشيت بعتو وبدلتو بمحسن، شي حاجه موديرن. ياك انا لا. ايوا بيني وبينك المخزن. عندك شي شهود؟ ايه. وجه طوالك. ياك اختي لي شيخي اللي شاري بفلوسو، يعني في اي حاجه في هاد الدار. شنو شاري شيخك بفلوسو؟ خاصها تقسم، وانا خديت حق راجلي، عقب الخالد هو ياخذ حقه وما نال. ياك انا لا. وليتي تشفري يا شيرا، ولات شفره وسرقه في الدار هادشي. لا ما تقولي شي حاجه ما كاينش، انا ما شفرتكش. لا انا خديت واش درتي دابا؟ حق راجلي خديت وانا. شي حق راجلك جايبيه معاك من دار باك؟ هانتي اش جبتي من هاد دار باك؟ دار بات راجلي، وانا اختي اي حاجه في هاد الدار ديال راجلي انا ليا حق فيها. ياك يا لالا. هي ها سيدي. وبيناتنا لالا الشرع والقانون هو اللي غياخد ليا حقي. خرجي عليا دركا من بيتي، خرجي عطيني بتيسير. هاي خاجه يلا خرجي دوكي، يلا خرجي. واخا انا غادي نوريك والله لا زوينه هادي. واخا ابي ولا بك بليتي، لما نخرجك من عين البرد في عليا. منال كتعرفني؟ فين بعدا صافا؟ السلام عليكم. بخير الحمد لله. واه كنعرفك وما كنعرفكش. انا صراحه ما عرفتش. هذا شي عارفني نيشان المهم. كاين منقديو؟ كاين منقديو بزاف الصراحه. منال كتعجبيني بزاف وما باغي نتفلى ما والو، انا هو المعقول. كاملين كتقولوا نفس الحاجه، واش حافظينها؟ انا خويا نقول لك واحد الكلمه، غنحترمك وغندوي معاك بادب. هادشي اللي قلتي لي ماشي ديالي، حيد من الطريق. راه هذا غير الدرب وخوتي ما قد على المشاكل بركه داك الصداع اللي كنعيش. منال انا دقيقه من وقت، انا بنت الناس باغي غير نتعرف عليك. ما غادي نقول لك لا نخرج لا يلاه القهوه لا يلاه جنب البحر لا يلاه شي بلاصه. انا غير باغي غير نتعرف عليك وتعرفيني، ومستعد من هاد السيمانه نجيب مي ونجي للدار. غادي تسمعي مني حتى شي كلمه خايبه. انا حيت ما جيتش نجي نيشان لداركم، انت ما كتعرفينيش مزيان وانا ما كنعرفكش مزيان. يعني بغيت نعرف العقليه ديالك ونعرفك انت، وتعرفيني تشتي عليا بزاف ديال الحوايج، وديك الساعه راه غنجي لداركم. صراحه اش غنقول لك، قنعتيني. ولكن انت راه ما تقدرش على ظروفي. انا كل لي مشاكل، باي الله دفنتها مؤخرا، ما عنديش مهمتي، عايشه غمرت مع مرت باغي في الدار مع خوتي، يعني ما تقبلش عليا خلاصه القول. صراحه انت غالطه بزاف، والبنات بحالك بزاف غالطين. الرجال ماشي بحال بحال، وانا بنت الناس باغيك بظروفك. ونزيد نعطيك واحد الفكره، اللي غيبغيك غيبغيك كيما انت ماشي كيما هو. يعني انت بظروفك بكل شيء
انا مستعد نتعاون معك، ولا كنتي عايشه شي عيشه ما عجبكش انا مستعد نقضك بهاد الناس. كلامك هو الكبير، راه غاتبغي تعاون معايا ولكن من غتشوفني عامره مشاكل راه غتقول لي الله يعاون، وانا ما قاد على صداعات. لا لا انا دوك المشاكل ديالك وصداعك راه حاليا، وانا باغي كيمنش حتى دابا عطيني النمره ديالك وما غادي يكون الخير ان شاء الله. وقلت النمره عندك غا من عارف سميره النمره كنا جايبها. لا لا كنعرف مزيان غير النمره اللي ما عنديش مون بيناتنا واتساب. فرصه سعيده. شنو قلتي لي سميتك؟ ايوا شرفين. شرفين امانه. شرف ليا. الله يجيبنا في الصوار. ويلي انت مالك ما قديتيش عليها ياك؟ هادشي ما عندي ما عنديش معاه سنة انا يا والله. علاش ما عندكش معاه؟ ورخصك صاحبي ترجل شويه، واش غتجلس مع صحابي كل واحد شنو شاد وانت ما شاد حتى حاجه؟ ولا الرجل بهادشي والراجل ولي كتعرفو حرش واش شاد يا كارو يا الشراب يا شي حاجه. مالك اول مره نسمع هادشي؟ انا كنعرف الراجل، الراجل بالافعال بالخدمه برضات الوالدين بوليداته هذا وين الرجل؟ وانا بغيت تبان قدامهم راجل حتى تهز بحالك بحال شي راجل. قول لي تبان قدامهم مهيب. تعلم ليها تعلم. قول لي تبان قدامهم مهيب باش نفهمك. واش فهمتي؟ فهمتي. انا مسوني وكذا العيبات حتى غنهز بيك العمر ديالي، انت راه ما عارفانيش انايا. نقول لك انا مشات تقلبات على واحد ما كيعرف يدير حتى حاجه. ما بكش كنعرف راه غنتعلم. ايوا كي جاتك السهره البارح؟ هادي صراحة الله واخا كاينين دريات بزاف وانتيا مغياره حتى بحال كاينه انا وخويا انت عينك غا كيدورو كيدورو. الله يهدينا ويهديك. انا كاع ما شتيش فشي وحده كاع. ريح الله تقال انت شربتي جوج كيسان وانت دوخ ولا الكبال هذيك اللي كتشطح انت كتنقز عليها ولا راه سلوى هي اللي جراتني قالت لي نوض نشطح انا وياك. بدات كسلوى وفدوى حتى هي قالت لي نوض نشطح. اذا انت انا نوض نشطح مع اي واحد؟ لا ها لا راه شطحت معاهم علاش درت لهم؟ شوف نقول لك اللي تقبلوا على راسك تقبلوا عليا حتى انا. صافي لالا مره اخرى ما غنوضش نبقى بارك بحال الامانه غنجلس ونهبط راسي ونبقى دايرها. لا سيدي نوض شطح وجرني نشطح معاك نشربوا كاملين ونضحكوا كاملين ونجلسوا كاملين ولكن في الحدود. صافي واخا لالا داكشي اللي قلتيه هو اللي غيكون. انا راه كنغير عليك عارفك سناء كتغير عليك. منك راه خدمي الطانطو ديالك باش شي نهار ما يديرش لينا شي مشكل ولاو سالخين عصا الفواد. علاش غيسلخونا ياك؟ حنا كنحطوا رزقنا. ونحطوا رزقنا ما نديروش المشاكل. المره الجايه خصنا نوليو ندورو معاهم مزيان ويكون خير ان شاء الله. دابا فين غنمشي؟ مشي لداك الديسكو اللي وريتني البارح. راه باقي الحياه الديسكو كيبدا مع 6 العشيه. تي مالك؟ ايوا نمشيو ناكلو شي حاجه. كنت ناكل شي حاجه نشربوا شي قهوه. خليك اصاحبي تعلم لهاديك باش ملي يكونوا جالسين. بلاتي بلاتي جاني العطش. هاي لاباس عليك. الحمد لله بوحدك. بوحدك مزيان. الله يخير اختي عيطي له بالجدول كي كتهم الجدول كي مسمر الجدول كي مغرير. انا براني دخلي دخلي بسم الله. هي واش كتعاودي؟ واحنا مع الوقت راك عارفه عيشي يا عيشي ما كتنقص ما كتزاد. واش غديري؟ بحال كاين شي واحد كيتحتم عليه العدد من الصغر. ان شاء الله ربي كيجازيه وكي الا صبر. شوفي انا الصراحه كان خاصني شي واحد مع من دو مع من 16. ما بغيتش نمشي عند بنت خالتي راك عارفه الهضره كدور في العائله نوليو في المشاكل. قالت اللهم صحيبتي يا اختي. قولي مالك؟ تعرفت على واحد ولد الناس. ايه عنده حقه في الزين وفي الخدمه هو على هو خدام زعما على قد الحال ماشي نقولك شي حاجه واعره. ايه وقالك بغاني الحلال وانا خايفه خفت نمشي تكرفس عليا نتسخ اللور ما عندي اللي يوقف معايا. والله ما عرفتش اش غندير. شوفي قولي بسم الله يقدر ربي مصيفطو لك هذا هو اللي غيعتقك من داك العذاب اللي انت عايشه فيه. اما الا جينا على قد الحول ماشي على قد الحال راه بحال نبيته في شنو يصبحها في الشام تعرفي غدا يولي وعدو تدخلي عليه بقدم الرباح وما تعرفي تاخدي واحد لاباس عليه والصباح يدير فايت. اللهم قولي بسم الله. نسيت انت تبقاي تابعه ديك مرتو باك وتعيشي في داك العذاب. اللهم عذاب الراجل اختي كيدوز زوين ولا العذاب ديال مرت البق. حمانه هذه ديال الهضره اللي كنت محتاجه. نكذب عليك؟ هذه هي الصراحه راه هي الحقيقه وهادشي اللي كاين اختي. وصافي اختي نتوكل على الله. انا راك عارفه حيت ما كنديرش العلاقات بزاف هو اول واحد ما تقتش مع دخلني قال لي انا كنعرفك وباغي المعقول ما قال لي تفليا ما قال لي حتى حاجه زعما الصراحه. شوفي نكذب عليك اختي راه ما عندكش حل اخر.
ما نزوقش لك الهضره ونقول لك لا ولا ولا، ما عندكش حل اخر اختي، توكلي على الله، صلي صلاه الاستخاره وتوكلي على الله، ربي ان شاء الله ما غيكون غير الخير. تهنا يا اختي من ديك العقروشه ديال مرت باك بقى فيها حركتي، شي نهار شي نهار الا ما ضربتش ليها بواحد النتفه راه تبقى حركتي هنايا كاملك حق الله. انت تهبيله اكثر مني، كون جات بنتي كنت فتا انا. الله يصاوبها وصاها الله يستر. واخا ما نمشي لك واحد الكويز زلاتي راك فرحتيني، ولا نجيب لك حليب وتمرختي على تخبا تنسي والله ما تخرجي تتشربيها ويلي. صراحه هاد المنال شحال من صبابه ودرويشه. اجي سبحان الله كيما جات هادشي شي غدا اليوم. باش غندير لك اختي انا هاد الغدا؟ كيفاش باش غدير لي هاد الغدا؟ ما كيما تعرفيش تقولي راجلك اراني باش نتقدى. راجلي مسكين ما عندوش. اييه ايوا اختي بقى يصرف عليكم ثاني متى واختي انا ناقصني انا اللي ياكل لي الخبز يجيب لك تاكل لي الخبز. شوف نقول لك واش ما عيتيش من الغوات طلعتي لي في راسي هنا وليت دابا غنخوض الدار اليوم الغدا واكل شتي الثومه ماشي طلعتي لي في راسي. انا رميت نشوفكم الحاشا عباد الله راه تجيني التبويعه بقيتي فيا خالتي بارك هذاك الشيء اللي مسلطو عليك الله ما كنتيش مصابط عليا ربي الله يستر في ولادك. ما تجيبليش ولدي الله يعمل سيدي ربي ويجيب لي الشفاء ويجيب من حالو. ما تجيبليش ولدي على فمك راه داز على شي بعضاين بسبابهم دريتكم رجليكم السبعين وقصتكم السبعين دخلت عليا لهاد الدار باركه. لا دخلت عليك كنتي في القصوره وليتي دابا في البراك وباز والله الا باز. لا دخلت عليك ها في الدار اللي دخلت عليك باقي الحمد لله. جيتي بعدا لقيتي الدار وما تي منين جابك لا شان لا ما شان جابك عامل البراكه. ايوا قلتي بعدا انا زدت القدام من البراكه شفت شفتي القدام وملي جيتي اختي زدتي عليا انا اش من موراك عندك حق هزت على راجلي وبتجراس هزتي عليه مع المرا وهي دوري تلاوح هزتي عليه تلاوح والله الا باز الا كيتلاوح واحد كيتلاوح واحد شاب ولا اختي واش غادي تعاطي معايا ها عطيتها وتي معايا وعطيتيني كلمه عندك 10 انا بغيت نسكت لا بقيتيش تحشميتي اش ما كيقول لك صاحبي ديك المسكينه انا هنا اللي حاضر عليها السيده حقها تبغى تكوجي تاكل وقالت لنا بهذيك اليتيمه خارجين سيري ديها في راسك اش دخلك في هادشي داكشي اللي بعيد منك اختي دخلني نهار تعطيهم حقهم غيعطي الراجل حتى هو حقه اختي ونديرو بيه وما عمرني غتحلمي بهذاك الحق اسمعتيني هو خطير على بنزلي عمر ما تاخذي داكشي والله الا خديتي راه عارف انت فعلك الله ماشي عينت فين وادرك وانت فين لحيتك كامله والله الا خديتي معدي السنتيم عبلات انا غنولي عسيره بنيتك وانت حاجه ما فيها الحلاحه غلبت سحاله وانا واقف وانت عمر سحاله على وجه الارض تريك السحور الله يقاليكم دخلتوا على ولدي كحلين زحلين صافي هادشي اللي بغيتي توصل لي انت وصلت لي اخويا الحمد لله على كل حال مكتاب الله وكيتصرف واش درتي على راسك تقول لي انا مكتاب الله قلت لك بعد ما ديك السقعه هي خرجات عليك براسك بالدوران والبيران والقهاوي هي مروان ها شنو الله يهديك وانت شم الله يهديك الله راه هدينا احنا خصنا نتقاول الله مروان شنو انا اللي بغيت ديك الطريق انا اللي راسي قاصح ولكن هي اللي كانت كتعمرك انا عارفها مزيان بحال دوك النوع كيفاش كيتصرفوا لقاشك اوليدي ما عندكش العقل لقاشك دري صغير ضحكاش عليك شي حاجه تحرام فيك كتوصل ها وتبع طريق الله يمشي خطوه والدين تبع طريق الله دابا صافي اخويا بقاش تلوم فيا بحال هكا وا كنلومك حيت عييت معاك اخويا بعد ما داك السقعه عطاتي ساعه دير فعال درك وان بغيتي شان راه يحشر الركنه دابا وقول لها تجي تعتقك دابا عمرها زدت سولات فيك ولا عطات الشهر بعد قالت لك باش تشري الدواء الله يهديك مروان اصاحبي باش هي كاع ما فراسها والو كاع فراسها والو مادام ما توصلش الخبار دوك النوع كتوصلهم في السماء ديرها زوينه مروان اخويا ما تكملش عليا الله يحفظك اللي فيا كافين انا رجليا ما بقيتش عارفهم واش غنوقف عليهم ولا لا اي واش نقول لك نقول لك خويا خالد مزيان هادشي اللي وقع لك الله يجيب لك الشيفون ونوض نمشي وتبع الهضره اللي تبكيك اسكع اما الهضره اللي كتضحك راه الناس كاملين ضاحكين صافي اخويا مروان مولا عرب اللي كتبوا لي الله هو اللي غيكون الله يجيب لك الشيفا اللي نديرها شي انا نقدر نقول لك انا شي حاجه اخرى اخويا داكشي اللي عليا انا نديرو معاك ديتك للطبيب ديالك السبيطار درنا لك العمليه هذا لا معاك اخويا مالك دابا كتبكي كنبكيش اخويا ومالك عا كنتفكر شي حوايج اللي ما كانش عليا نديرهم خالد بصاب انت يقك اخويا خالد كلشي مشى حتى الطوموبيل مشات رجليا مشاو هي حياتي دمرات بسبب من صافي صح المهم خلي لك الراحه اخويا خالد شوفي ما تبقاش ترد لقلبك كتاب الله كيتصرف حتى انا سمح لي دوش مع قاصح واحد شويه كاين اخويا باغي لك الخير خاصك شي حاجه نجيبك معايا خاصني والو غنترك الزان نجيب لك شويه الكفته شويه القلب راه مزيان لك انت في هذه الحاله هذه يلاه
عشيات حياتي تدمرات. أيه إن شاء الله ما نام غادي يكون الخير إن شاء الله. حتى أنا لما كنبغيك. أيوب. يلا بسلامة أخوي الزوين صافي. يلا خليت لك الراحة. يلا أخوي. أسأل صافي شلع شي وندوز عندك يلا. أمم. في من دخل كلقاك شاد التليفون وعضحك وهذه ياك ماشي حاجه وهذا راه ماشي صوت صاحبك هذا جاتني صوت الدريه شي واحد كيخبي على امو المهم انا وليد انا عمر كلشي لك غير هذاك الشيء اللي بغيت المهم الوليد تعرفت على واحد بنت الناس مسكينه يتيمه هي ماشي لا موبا عايشه مع مرت بوها والله عمرها ظهر المهم انا نوريلك وريني وليدي وريني قولي لي الزين كيجي وانا ولدي الزين وما يجيبش الزين وانا عارفه وليدي عارفاك وليدي هاي يا وليدي لا تكبر كيما كدير ولا هاي هادي ما نالا لي سميتها وليدة كيفاش ما نالا وانت اللي بلاتي باش عرفتي سميتها يا ولي هادي ما نالا ربي تحسن هادي راه حسن مرت باها قد امها مسكينه ميته اييه ويلي واش مدوز عليها واش مدوز عليها واش مدوز عليها الويلك حل واخا تكون يا وليدي لاقيها في الزنقه ما دوش لها داك الشيء فاش امها ما فهمتش وعلاش صابره عليهم وجالسه معاهم دابا مسكينه ما نال ماتت امي نتها وهي باقا صغيره دارت هي بحال الخدامه عندها على الولاد دارت بحال الخدامه وزاد كملت وكملت لقاو الناصي ديال منال ورث عمها والورث عباها كثار وجدر ما نقولش لك واحد النسبه اللي هي كبيره وبركا تحب فيهم زبيد شوق انا زبيد شوق انا ما فرش مانا الله علم وليدي مهم هادشي اللي كان عطني لك عرفتي من يوري سالي وليدي الله يا وليدي الله مو من الوالد هذوك المشاكل نسيهم ما غادي يكون الخير ان شاء الله مو مانا اللي كيجاتك ويلي يا وليدي يلا بغيت نقول لك زعما كاين حاجه بحال يا وليدي انا ما على طمع ما على ورث ما والو الله حقاش مسكينه بسبب الله ويتيمه وهذيك مرت باها يا خويا شحال سمحي بان فيها وليد ما غادي يكون الخير ان شاء الله ونخليك الراحه سير وليدي سير سير سلم لي عليها يا الشا سبحان الله العظيم الدنيا صغيره اختي منال الله يعطيكم الصحه لا مرحبا والله الا الليمون عليهم زويناتهم والحمد لله عشيكم كانت فاطمة الزهراء كون بقات تعيب الليمون مالو نص فيه الماء ونص فيه الليمون مالو باسل الله العظيم صراحة حاجة وحدة خاص شوية تكبروا الكاس ولا دابا على حساب الكليان كاين اللي كنجيبو ليه كاس ديال الليمون كيشرب النص ويخلي لك النص وميمكنش يعطي الكليان آخر فهمتش داكشي علاش اضطرينا أننا نديرو هاد الكيسان هادو وكيشربهم الكليان وكيمشي وانتوما تعرفو انت اللي غتعرف بغيت نسولك علاش جيتي هو ما نكذبش عليك غقنط والمشاكل هو خالي تو دار ديك الكسيده الله يربي السلامه والله العظيم المشاكل والله ما عرفنا منين كينزلوا علينا ونقول لك انا شي المشاكل اي واحد عنده مشاكل في حياته راه الا وكيدير شي حوايج خايبه مع الله سبحانه وتعالى وحنا راه بزاف ها خالد هبا مشى وعرفتي شنو كنا خالتي يسرت لينا وخلاتنا نقسمو وكل يدير شغله وما حد واد ما بغاش تقسم وحنا زايدين في المشاكل والهم والبلاوات انت كتشوفي خالد شنو وقع ليه فاطمه الزهراء حتى هي ما انا وياها مفاهمين مره هكا مره هكا انت عايشه حياتك في جهه اخرى وما مفاهمينش في الدار لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله انا راه باركه وما شنقول لك راه اللي ناضي عايرني وكندير راسي ما كنفهمش كنشوف كل شيء امانه وكنبغي نجاوب بلاصتك ولكن ما كنقدرش كنخاف نتخاصم مع امي وتقول لي شكون اللي امك واش انا ولا هي وداك المشاكل انت عارف هذوك الحياتيات الاخرى كنبغيش ندخل فيها انا بغيت نعرف واش المشكل من خالتي حسنة واش منا حنا الكوارث والمصائب واش شي واحد فينا تابعو شي بلا وتابعين وشي دعاوي منال المشكل كامل في الوالدة وانا نعترف بها علاش ما حدا ما باغاش تقسم داك الورث الا وكاينه شي حاجه حيت صافي بين المعنى بين تقسم داك الشيء منال تاخذ حقها انا ناخذ حقي خالد خويا ياخذ حقه ومريضة ما عنده باس ما كاين والو مروان حاجه اللي كاينه فهاد الموضوع كامل هي منال وما نام تقلالها على قلبها كتقول حقها غتاخذ هي الورث غدير غتفعل المهم ماشي مشكل ياك نتوما غتاخذوا اكثر مني انا عطوني اللي قسم الله وهي ما عارفاش هاد الشيء الا جينا ندوه في الحقيقه شحال غيجيك كاع نص سعود اش غيدير لك ميساج لك تاع ابارطمون فين تسكني
ولكن الغالب الله ما له المهم ما مالناش عندنا راه عندنا ديك الدويره راه حالتها ماشي حتى شي دار اللي نقولوا دار من الفوق حتى لتحت وعندنا القهوه كنترزقوا بها الله ودوك الاراضي في العروبيه والمهم ما دير في بالك والو ان شاء الله يكون الخير فهمتيني الصبر ما يفتح الفرج الله يفرج علينا نوض نوض سير نوض عندك الكليان تبقى انا شويه نجلس ونمشي صافي ما شفتش شي طرقيني لتحت صافي نعطيك شي حاجه يلا الله يدير لي شي تاوي ديال الخير وصافي الو وي سناء كي دايره صافي الحمد لله مالك ما كتجاوبينيش كنعيط لك ما كتجاوبيش غير مشغوله عندي ما يدير واش اخبارك درتي كسيده صح درتي كسيده علاش ما قالوا لك والو انا ما فراسي حتى شي حاجه وانا كنعيط لك ما باغيش تجاوبي باش نقول لك هادشي هو انا راني مشغوله ولا درتي كسيده الله يجيب لك الشيفه سناء مالك كدوي معايا بهذه الطريقه واش غادي نقول لك راني فكرت مزيان ولقيت بلي انا ما نقدرش نصرف على شي واحد انا خاص لي صرف عليا الزين ديالي ياك سناء نسيتي كلشي اللي درتي عليك اي واش غدير ما عندك ما دير غير الصبر هذا الشيء اللي عطى الله الزهايمر شدني وانا صغيره واخا سناء الله يرحم لك الوالدين فديت شبابي على ودك في الاخر تقولي هاد الهضره وشنو المطلوب مني يا ولد الناس راه كنبغيك سناء الله يهديك ايوا انت كتبغيني وانا كنبغي الفلوس واخا لله الله يرحم الوالدين ايوا الحليب ديالي غادي نخليه حيت ما عنديش استعداد نصرف على المعاقين بارك عليا غير مونتي اللي مريضه سلام تهلا في راسك هادي ما يدير نبقى نقابلك حتى انت السلام عليكم وعليكم السلام كي دايره خالتي حسنه بخير لاباس وليدي هانيه امورك مزيانه الحمد لله كتعرفني وكنعرفك مزيان وذكرني وليدي اسمح لي انا ما بقيتش عاقله عليك قلت انتي راه غادي تكوني كتعرفيني واه وليدي اسمح لي ما بقيتش عاقله ما تاخذهاش مني انا ولد مينا شكون مينا جارتك القديمه مينا ديك البويضه ديك القصيره صافي اللي كانت في الدرب القديم كي دايره وليدي كي دايره الوالده ديالك كلشي بخير ايه هذاك الشيء علاش ما عقلتش عليك ياك انت بخير والله الا بخير كي داير الوالده عائلتكم كلشي مزيان الحمد لله نهار كبير هذه من الشك خالتي يا عم وليدي في اخباري داك الشيء اللي وقع لولادك مساكن ايه واش غدير الله يصايب الله يصايب وليدي بنادم خاصو يصفي الا بغى يكون ولادو بخير مالا وليدي صافي مالنا خسرين نخلوضو ماشي هكاك خالتي حسنه ولكن راه الوالده معوده ليا كلشي اش معوده لك بالسلامه اش معوده ليا معوده ليا الحقيقه كامله ديال الورث ديال راجلك باللي منال راه كاتب ليا بواه وعنده حق كثير وما في خبار حتى شي واحد الا عطيتي منال رزقها وحللتي رزقك ولادك ما غتبقاش وقع عليهم حتى شي حاجه وانا متاكد حيت اللي كيبغي الخير لولاد الناس كيعطيه ليا ربي لولادو هاي 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 عشنا وشفنا برهوش كنتي لاصق في الارض وليتي تعطيني المواضيع حتى تورينيش ندير انا والله الا زوينه هادي خالتي حسنه الحق ما كيعرف لا دري صغير لا دري كبير هذا الحق واش كتعرفي شنو هو الحق ولا لا الحق معودين لك عليه ها ولا كنتي حاضر ليه انت ما عارف والو انت يا خالتي حسنه الله يهديك هذاك راه حق قد بقيتي حيه قد متي اللهم عطيها حقها وانت باقا في الحياه اما لمتي هي غدا تاخذ حقها وانت عند سيد ربي شنو غادي تقولي يا خويا حاسبني انت درك واش مصيفطين لك ليا خالتي لا 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 كيبان لك مصيفطين لك ليا تايا قصدينك خالتي انا ما كنحاسبك ما والو انا جاي كنقول لك اللي كاين ولكن راني قلته لك خالتي المهم خليت لك الراحه حاولي تفكري مزيان سير فكري في ولادك سير راحتك معاك سير 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 هي الصراحة هضرت راه كلها على الحق ولكن راه النفس أمارة بالسوء ما كتخليكش تعترفي بالغلط ديالك واشنو كاين الوالد؟ سؤال جمعتكم وليدي الصراحة ما عرفناش الدنيا ما دايناش حال ما يدوم على حال داكشي اللي كاين كون كانت دوم كنت عند صحيحة خالد الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال من الغلط كنتعلمو شنو اللي كاين الله يجيب الشفاء للجميع المهم اللي بغيتو تعرفو هادشي خبيتو تعييت وهاد السر قسمتو في قلبي حتى عييت باش ولادي ما يتأذوش ما يتأزموش من سر امي وتصنتو ليا كيفما كتعرفو منال ربا كان جوج مرة أخرى
وهادشي راه كلشي عارف. المهم ديك السيده كانت برزقها، كانت كلشي خلاتو لباكم، زاد رزق على رزق، راه كسب كلشي المنال، خلى لينا حنا عهد الدويره هادي. كيفاش؟ اي علاش انا كنقول لكم ما بغيتش هادي نحل عينيها، وكنقول لكم انا ما نبيعوش ما نبيعوش ما نبيعوش ما نبيعوش. القهوه راه ديالها، الاراضي راه ديالها، حنا عندنا هاد الدار فقط. علاش هادشي ما خبيتي علينا؟ خبيت عليكم، كنت خايفه من هادي، غدا عاد تسيق الخبر يعني غتحيد لك القهوه، غتحيد لكم كلشي، كلشي غادي يتشرد، كلشي غايقول لك بغيت هاد الحق ديال الدار، بغيت هاد الحق ديال الدار. ودابا وليداتي ما بقى ما يتخبى، ما بقى ما يتخبى، ما بقى ما يتقال، دابا كلشي غيتحط على المكشوف. شوفوا انا بيعوا، ديروا اللي عجبكم. شو انا واخا تجيني هذيك 10000 ولا ديك 20، ما عندي ما ندير بها حتى ديك 10 وديك 20. وليت باغا عا نرتاح في دماغي وحيد داكشي على رقبتي. هادشي اللي كاين انا شنو نقولك يا الدنيا وغدا الاخره وليدي. شنو نقولك؟ ربي كبير، عمره غادي يضيعك، وانا نتي الحمد لله ربي جازاك. الحمد لله انا تعذبت، وخصوصا من خالتي حسنه نقولها لها في وجهها سمحي لي يا بنيتي، انا هادشي كنت كنديرو باش نقصح لك قلبك. شوف باش ما تاخذيش حقك، ما تاخذيش حاجه، تمشي تغبري في شي قنت، ديري شي قنت باش ولادي ما الانانيه اللي عطاني السيد ربي وصافي. انا ما غنضربش الشر بالشر، لا درتي الشر انا نضربو بالخير. هاد الدويره اصلا سميتكم، ما عمرني انا ما شتتكم. والقهوه انا دابا سهل عليا الله، لقيت واحد ولد الناس وكيمشي لاباس عليه على قد الحال. مروان خدام فيها، النص يجيبوا لكم عيشوا به، والنص انا عطيه ليا، ما قلت لكم حتى كلمه العيب. والاراضي راه حتى هما كنحرتوهم، وكل كياخذ رزقه منهم. داكشي كيما كان يبقى غادي، غير قهوه عطوني نصها حيت انا محتاجه، وما عمرني ما نحيد لكم شي حاجه، ورانا اختكم. ايوا شنو نقول لك؟ راه الخاوه حد هالدنيا.